كتير مننا بيحب الاندومي، بس دايما بناكلها بره او بناكلها من ورا ماما، عشان معروف بنسبه كبيره جدا، يمكن 95% من الامهات المصريه بيرفضوا ان ولادهم ياكلوا الاندومي عشان مضره. طيب ما تيجي نعملها بمكونين سهلين جدا وبساط في البيت، وتبقى مفيده واحنا عارفين بتعمل ازاي. هنجيب كوبايتين دقيق وعليهم نص كوبايه ميه ونص معلقه ملح ونص معلقه بيكنج سودا لو عندكم، لو مش عندكم ممكن تستغنوا عنها عادي جدا. وبعد كده تضربوها في الكبه، ممكن تعجنيها بايدك بس هتقعدي حوالي 10 دقائق او 7 دقائق كده، فالكبه بتسهلك ان انت بتاخدي وقت اقل منها بكتير جدا. بعد ما اتفرمت في الكبه تاخديها في ايدك كده، تفضلي عماله تعجني فيها كده لغايه اما تلاقيها بقت من فوق ناعمه جدا وتحسيها ان هي كده اندمجت مع بعضها كلها. وبعد كده هتسيبيها حوالي 20 دقيقه كده تتخمر مع نفسها، هي مش هتكبر بس هتلاقي ان الميه امتصت العجينه، قصدي العجينه امتصت الميه. وهنروح نحضر الشوربه، هي طريقتها سهله جدا. هتجيبي بصله صغيره وتقطعيها صغير وتحطيها في تتشوح في حبه زيت على فص ثوم مفروم. شوفي بقى انت حابه تعملي الشوربه بايه، سواء بفراخ ولا بلحمه ولا بخضار. لو بفراخ هتجيبي صدر فرخه وتقطعيه قطع صغيره وتحطيه يتشوح مع البصل والثوم، وانس ان هو تلاقيه كده اتظبط يعني بدا لونه يتغير. هتحطي توابل ملح في الفلاسمر، مرق الدجاج، وتقلبي وتصبي ميه عليهم بس، وتسيبيه كده 5 دقايق على النار هتبقى شوربه. ولو انت عندك شوربه في البيت بتاعت لحمه او فراخ وحابه تستعمليها اسهل، مفيش مانع سخنيها وحطيها. وبعد ما هنكون سيبنا العجينه 20 دقيقه ترتاح كده، هتقومي فرده شويه دقيق على الكاونتر، وهتقومي فرده العجينه كويس جدا، تحاولي تخليها رفيعه قوي قوي بعد كده، لان هي اصلا لما تتسلق هتنفش كده شويه هتلاقيها كبرت، فتحاولي على قد ما تقدري تخلي سمكها رقيق جدا كده. هتفردي العجينه وتحطي ما بين تحطي دقيق عليها وتبداي تتنيها كده على بعضها، وما بين كل تانيه وتانيه تحطي دقيق كتير، ما تخافيش الدقيق ده كله هيروح في السلق. وتبداي تقطعيها قطع صغيره جدا، حاولي تبقى رفيعه على قد ما تقدري وانت بتقطعيها. لو عندك مكنه اللي هي بتاعه الباستا اللي هي بتاعه السباكيتي اللي بتقطع استعمليها، ما عندكيش اعملي على ايدك عادي، انا عملت على ايدي بس. ولما تخلصيها هتكوني طبعا مسخنه ميه على النار وتحطيها تتسلق فيها دقيقتين 3 دقايق بالكتير قوي وتطلعيها بس، وهتكون كده خلصت. واحلى بون ابيتي.